برحب بحضراتكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن برج العذراء لشهر فبراير 2021 من أول 15 يناير لحد فبراير، وأهم التوقعات والنصائح والتحذيرات الخاصة ببرج العذراء لشهر اللي هو الشهر القادم. طيب برج العذراء بحييكم ان انتوا اعلى نسبه مشاهده دايما على الاطلاق، طبعا عشان انا عذراء فالناس كلها بتحبني عشان انا عذراء فبتتابعوني، فبيج هارت يا عذراء وثانك يو، بحبكم وكل الحب والتقدير، وانتوا عارفين طبعا قربكم الى قلبي. هشرب ميه بس يا جماعه، كوبايتي المفضله بتاعت ايكيا، انا بحب ايكيا قوي والكوبايه دي من عشاقها. عمرك شفت حد بيشرب ميه على الهواء؟ طيب برج العذراء زي ما قلنا ان شهر سنة 2021 هي سنة نجاحات تفوق في العمل، بس عليك ان انت تبذل مجهود. انا عارفة العذراء اول اسبوعين في يناير كانت الدنيا ملخبطة، كان عندك حزن، كان عندك فراق او عندك مشاكل في شغلك، مشاكل نفسية، مشاكل صحية كمان، مشاكل عندك حاجات كتيرة قوي انت زعلان من نفسك فيها. انت عندك طاقة ندم قوية جدا، ممكن تكون ندمت على حاجات عملتها، ممكن تكون زعلان من نفسك، بتأنب نفسك بقسوة، او يعني زعلان من نفسك في حاجات انت كان مثلا مش المفروض تعملها وحاجات المفروض تعملها وتأخرت فيها، فشايف ان انت زي ما تكون شايف ان انت مقصر. العذراء يا جماعة من الابراج اللي بتأنب نفسها قوي، فانت حاسس ان في حاجه انت مقصر، في عندك طاقه ندم قويه جدا جدا يا برج العذراء. بس اللي عايزه اقولها لك ان انت عندك فرص كتير جدا جدا كويسه، حاول تستغله، تستثمر الفرص اللي هتجيلك حتى لو كانت صغيره وبالنسبه لك ضعيفه. عندك فرص كتير جايه لك، بلاش تتجاهل الفرص الصغيره او الفرص اللي جايه لك، سواء في العمل، سواء في الحب، سواء نفسيا، سواء في الشكل، لان انا شايفه العذراء شايفك ممكن زعلان شويه. العذراء يا جماعه شهر يناير شخص زعلان، شخص حزين، شخص متضايق، حاسس ان انت فقدت حاجه كبيره، عندك ندم، فمن كتر الزعل والحزن والعدم والسلبيه ممكن تجي لك فرص كتير جدا ما تمسكش فيها، ما تبقاش شايف الفرص دي، فجاي لك فرص صغيره وتاني لو انت استغلتها استغلال صح واستثمرتها هتنجح نجاح صح. يبقى انت عايزه منك ان انت كل الباور السلبيه وكل الطاقات السلبيه، ايه عذراء في ايه، كل الطاقات السلبيه هناخدها نرميها ونركز في الطاقات الايجابيه، نركز في ايجابياتنا، نخرج كده طاقه الحزن وطاقه الزعل وطاقه القلق وطاقه التفكير العميق. انت بتفكر كتير جدا جدا لدرجه انا اتحدى، وانا كرشا مراد بتحدى دلوقتي ان اي حد عذراء بيتفرج عليا مش بينام كويس، لان هو بيفكر دماغه شغاله حتى وهو نايم. عايزين نخرج كل الطاقات الوحشه علشان الفرص اللي جايه لك تقدر تستغلها، لان انت في فرص انت مش شايفها، لان انت حزين، زعلان، سلبي، مش شايف، مش مفيش ايجابيه خالص يا برج العذراء. انا تعبت من الطرحه والله العظيم، لو تعرفوا قد ايه نفسي اتعلم اعمل دبوس والطرحه. طيب شايفه في ابواب كتير هتتفتح لك في كل المجالات، في ابواب هتتفتح، ابواب هتتفتح في عملك، ابواب هتتفتح في شغلك، في مالك، في حبك، في شكلك. يعني انا شايفه العذراء الفتره الجايه هيهتم جدا جدا بالستايل بتاعه، بشكله، ان هو يطور في نفسه، ان هو يعني بتطور في نفسك، شايفاك بتبقى افضل في شكلك. يعني ازاي هتهتموا بجسمكوا جدا، هتهتموا بالكوزماتكس، يعني مثلا شكل بشرتكوا، هتهتموا بلبسكوا، هتطوروا من شكلكوا كويس جدا جدا. طيب انا يا برج العذراء عايزاكوا تاخدوا بالكم من نفسكم. طيب في العمل كمان عندك نجاحات، عندك تفوق بالرغم ان انت كنت مقصر، يعني انت ممكن يكون مقصر اول اسبوعين في يناير، لا الاسبوعين التانيين هتبقى قايم بتشد كده على نفسك بتستعد عشان ايه تدخل. شايفه عندك مثلا علاقتك بمسؤولينك هتكون قويه وهيبقى فيها حاجات حلوه، علاقتك بمديرينك كمان هتتحسن وتبقى افضل، عندك علو الشأن، ممكن عندك ترقيه، زياده في المرتب، يعني في ناس هتسقف لك يا برج العذراء من كتر انجازاتك. جاي لك فلوس حلوه جدا 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 يا برج العذراء، ما شاء الله ما شاء الله، تاتش وود، من اكتر الاشهر اللي هيجي لك فيها فلوس شهر يناير. حاول تستغل الفلوس دي في ادخار او في استثمار، بلاش تصرفها، ممكن تفكر، انا شايفه عذراء ممكن يفكر يشتري بيها حاجه،
بلاش تصرف الفلوس اللي جايه لك وتطيرها في حاجات ملهاش لازمه، لا حاول تستغل النقود اللي داخله لك ان انت تصرفها في مكانها الصحيح. اوكي بلاش يعني، رتب اولوياتك في الصرف. العذراء يا جماعه لما بيجيله فلوس كتير بيبقى مبذر يعني شويه، فحاول ان انت ترتب اولوياتك. وشايفه عندك حاجه بتفكر تشتريها، بشجعك يا برج العذراء ان انت تشتري الحاجه دي. شايفه عندك خطوات ايجابيه وخطوات كبيره في العمل والنجاحات، يعني عندك نجاح مع ان انت كنت مقصر وعندك طاقه تقصير وزعلان من نفسك، الا ان انا شايفه ان انت هتبدا تفوق. يعني زي ما تكون ايه، انت زعلان متضايق نفسيا مش مظبوط فكنت مقصر في عملك، فانا شايفه العذراء بقى اللي هو ايه، هيبدا يفوق، هيبدا يقوم، هيبدا كده يشوف نفسه. هتكتشف ان عندك رؤيه اخرى، يعني ممكن تحس ان انت الفتره الجايه احلامك اتغيرت، اهدافك اتغيرت، رؤيتك للحياه اتغيرت، عندك تغييرات في طريقه تفكيرك، عشان ده هيؤدي ان انت رؤيتك للحياه تتغير، تقييمك لحاجات كتيره جدا هتتغير، اولوياتك هتتغير، اهدافك هتتغير، امنياتك هتتغير، عندك تغييرات قويه جدا جدا على الجانب النفسي او على الجانب الحياتي. فتحس ان انت فعلا اولويات العذراء هتلاقوها اتغيرت الفتره الجايه، وده تحدي. يعني انا بتحدى اي عذراء الا ان هو هيقول لي ان تغييراته او اولوياته اتغيرت. قولوا لي يا جماعه القراءه دي بتتفق معاكم، وقولوا لي بتتفرجوا عليهم فين، وانتوا برج ايه. لازم نشرب ميه كتير يا جماعه، لازم اتليست 2 لتر ميه في اليوم. طيب فعندك حياتك كده فيها تغييرات، وحاسه ان انت زي ما يكون معنى الحياه عندك هيتغير، معنى السعاده عندك هيتغير، معنى الاجتهاد عندك هيتغير. طيب عندك نهاية وبداية برج العذراء، بس البداية حلوة جدا جدا، وده بشرة ليكوا البرج العذراء. نهاية الحاجات مش كويسة، بداية حاجات كويسة جدا جدا. انا بس عذراء الفترة دي حاسس بضعف، حاسس بحزن، حاسس بأسى. يا ريت نتخلص من طاقة الضعف علشان يبقى عندنا سعادة وقوة ويبقى عندنا استقرار. انا عايزاك تتوازن يا برج العذراء، الضعف ده لازم تتخلى منه. انا عارفة ان انت ضعيف في الفترة دي، وعارفة ان انت حاسس بهزة بثقتك في نفسك وهزة بقوتك. لا انا عايزاكوا كده تلملموا اشلاقكوا عشان تبدأوا تفوقوا. حاول انت تبعد عن الناس السلبية، حاول تبعد عن الناس اللي بتمتص طاقتك، حاول تبعد عن الناس الحقودة، حاول تبعد عن الناس اللي هي كانت بتستغلك. في ناس جديدة وعندك بدايات جديدة وناس جديدة داخل حياتك يا برج العذراء، يعني عندك علاقات كتيرة جديدة، عندك ناس هترحل من حياتك، عندك ناس هتدخل حياتك. استثمر الفرص، يعني اكتر نصيحة هقولها لبرج العذراء، استثمر كل الفرص اللي داخل حياتك، وخاصة الفرص الايجابية. يعني زي ما قلت ان انت عندك بداية قصة حب او بداية عمل، يعني ممكن الناس اللي بتشتغلش يبدأوا عمل جديد، او بداية ترقية جديدة، او بداية قصة حب جديدة. ممكن تبدأ تحس بمشاعر قوية ناحية شخص مثلا ما كنتش حاسس بيه في الاول، او كنت بتعتبره صديق، فجأة هيبقى عندك حب من ناحيته. عندكم احتفال في شهر يناير، ممكن يكون احتفال بعيد ميلاد صديق او عيد ميلاد في العيله او حفله في العيله. هتهتم بنفسك قوي، يعني انا هقول شهر يناير هو شهر اللي هو ريفرشمنت للذات بتاعتك يا برج العذراء. انا واتحدى برضو اي عذراء بتفرج عليها دلوقتي ان هو عايز يغير من نفسه، تلاقيك عايز تحسن من شكلك، عايز تحسن. انا مثلا بدات عايزه اخس مثلا، وعايزه بقى اي حد يا جماعه في فيتنس كوتش عايز يتبناني كده ويعمل كولابوريشن معايا، او دكتور تغذيه ودكتور اسنان، انا محتاجه 3 دكاتره وجلديه يعملوا كولابوريشن معايا، ودي دعوه. يعني اسنان جلديه وتغذيه وكوتش يعني. طيب فانا يعني هتخس، هتهتم بشكلك، هتهتم بذاتك، هتهتم بنفسك، هتبقى هتنطلق. انا حاسه ان في طاقه تحرر، عندك تحرر من شيء، عندك حريه اكتر، عندك يعني عندك يعني هتكون منطلق يعني، وهتهتم بمظهرك جدا جدا وستايلك ووزنك وشكلك ولبسك، عندك تطور قوي جدا جدا. زي ما قلت اموال كتير جدا ان شاء الله باذن الله جايه لك في نهايه يناير فبراير، هتشتري حاجه كان نفسك فيها، عندك زي امنيه تحقق في شراء شيء، حاجه ما كنتش معاك فلوس هتشتريها، هتجيلك فلوس. بس حذاري من التبذير، خليك يا برج العذراء اكثر حزما، ما تحتاجش لحد. اياك ان تتعلق بشخص، هيبقى عندك تعلق شديد بشخص ممكن يكون بيستغلك او بيبتزك عاطفيا، خليك حازم في العلاقه دي، اوعى تحس ان انت ضعيف، خليك قوي، ابعد عن الانهزام، عن الضعف، عن الحزن. طاقه الحزن بتتعب نفسيا يا برج العذراء. بس انا شايفه ان شهر فبراير هو شهر خير، حريه، انطلاق، اندفاع للافضل، وحتى من نهايه يناير على فكره يا برج العذراء. قولوا لي تتفرجوا عليا من فين، قولوا لي القراءه دي تتفق معاكم ولا لا، قولوا لي
انتوا بتتفرجوا عليه من فين يا برج العذراء. شكرا، بحبكم جدا جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني. انا بس عندي نصيحه اخيره عايزه اقولها لبرج العذراء، لا تبكي على اللبن المسكوب يا برج العذراء. يمكن انا حاسه قوي بالعذراء، عايزه اقولك ان انا عارفه ان العذراء دلوقتي عنده طاقه ندم، بيبكي على اللبن المسكوب، زعلان من حاجات عملها غلط، او حاسس بطاقه زعل على نفسه. ما تزعلش يا عذراء، عندك تفوق قوي جدا جدا الفتره الجايه، قوم واقف اسند نفسك، انت شخص قوي جدا جدا، بلاش تحتاج لحد، هو مش محتاجك يا برج العذراء. بلاش تشتري حد بيعك، بلاش تجري ورا وهم، بلاش تجري ورا حد هو مش شايفك، لان عذراء عاطفيا عنده مشاكل كتير مع البارتنر بتاعه، ممكن يكون معجب بحد هو مش بيحبه، بيحب حد هو مش شايفه. فاخلص من الطاقه دي يا برج العذراء، قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا يا برج العذراء. هعمل فيديو بكره عن تحذيرات مهمه لبرج العذراء، لان في ثلاث تحذيرات قويه جدا، بس مش عايزه الفيديو يطول، فهنعمله فيديو بكره اوعدكم. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، اشوفكم فيديو تاني. قولوا لي هل انت يا عذراء حاسس بالانهزام والكسره والحزن والاحتياج ولا لا. ثانك يو، بحبكم، باي باي، مع السلامه. وجاوبوا تحت في التعليقات، ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، واسيب لكم فيديوز هنا اتفرجوا عليها، وما تنسوش تقولوا لي القراءه دي تتفق معاك ولا بنسبه كام في الميه. ثانك يو، باي. ايه ليه مش بيقفل؟